السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، مرحبا من جديد في فيديو التاسعة. وكالعادة اللهم صل وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين. موضوع اليوم كان من ضروري أنني نتكلم فيه وعليه، بحكم أني كنتلقى تعاليق كثيرة 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 كلها كتصب في هذا الصدد. بل يعني الحاجة اللي كتخلع وكتخوف هو أن كاين ناس كثيرة حيرة ما عارفاش شنو تدير من بعد حصص ديال اللازر، أو حتى متخوفة من أنها تدير هاد الحصص ديال اللازر. فلهذا قررت أنني نخصص هاد الفيديو باش نوضح لكم كل الجوانب المحيطة بهذا الموضوع، ما يبقى عندكم حتى شي تخوف وما يبقى عندكم حتى شي لبس. فأول حاجة، شنو هو هاد اللازر؟ اللازر هو ضوء ولا طاقة كتحول الحرارة اللي كيسلطوها الأطباء والأخصائيين على المنطقة اللي باغين يعالجوها. فهاد الحرارة اللي كتسلط على هاد المنطقة أو على هاد البقعة أو على هاد الحاجة اللي احنا باغين نعالجوها، فهاد الحرارة شنو كدير؟ كتكسر لينا القوة ديال الصبغة ديال الميلانين. احنا عارفين بأن الميلانين هو ديك المادة أو ديك الصبغة المسؤولة عن إعطاء اللون للجلد والشعر والعيون إلى غير ذلك، والإفراط فيها كيؤدي ظهور بقع داكنة وتصبغات على الجلد. فقلنا بأن ديك الحرارة كتكسر لينا أو كتهرس لينا القوة والجهد ديال صبغة الميلانين اللي كاينة في هذيك البقعة، ومن بعد كتبدأ ديك البقعة في التلاشي، لأن الجهد ديالها اللي كاين في هذيك الصبغة ديال الميلانين كيتهرس وكيتكسر وما كيبقاش. ثاني مسألة هي شحال من حصة ديال اللازر اللي كنحتاجو للتخلص من البقع. فهذه كلها أسئلة أكيد راها كتراودكم، أكيد أن يعني هاد المسألة أو هاد التقنية ديال اللازر فراها باقا مبهمة عند بزاف ديال الناس. فلهذا أنا قررت أنني نخصص هاد الفيديو لهاد الموضوع. فشحال من حصة ديال اللازر اللي كنحتاجو باش نتخلصو من البقع؟ أكيد ما كتكفيناش حصة واحدة، هذه مسألة مفروغ منها. باش نتخلصو من البقع والتصبغات الجلدية فاحنا كنحتاجو لمراحل، هاد المراحل باش كتلاشى لينا ديك البقعة وكتنضاثر وكتزول. فكنقدرو نحتاجو لثلاثة الحصص، أربعة، خمسة، حتى العشرة. فالحصص كيتوقفوا أو عدد الحصص كيتوقف على نوع الليزر اللي غادي نستعملو، لأن كاين فيه أنواع كثيرة. كتوقف كذلك على المنطقة اللي كاين فيها هاد التصبغ أو هاد البقعة أو هاد لاطاش. كذلك كيتوقف عدد الحصص على حساب نوع البقعة اللي عندنا في الوجه ديالنا، واش هي عميقة ولا سطحية، سببها يعني الحمل، سببها الشمس، يعني على حساب نوع البقعة. وكذلك على حساب المساحة ديال هاد البقعة، واش كبيرة واش صغيرة واش متوسطة، يعني بزاف العوامل كتدخل في عدد الحصص اللي كيمكن يحددها لنا الطبيب المعالج. ألوغ، شنو هي الإجراءات ولا الحوايج اللي خصها تكون متوفرة فاش نبغيو نستافدو من حصص ديال اللازر؟ فأول شيء هو أننا كنختارو طبيب معالج مختص في هاد المجال، يعني ما كنمشيوش لأي بلاصة. ثاني حاجة هو أننا كنديرو أو الطبيب المعالج كيهيئ لينا الوجه ديالنا باش يكون مستعد أنه يتقبل هاد الحصص ديال اللازر. ثالث حاجة هو أننا ما نكونوش كنشربو شي أدوية، كساسو مضادات حيوية، مضادات الاكتئاب، نكونو كنشربو لاسبيرين، نكونو كنشربو ريكابسول ديال الفيتامين أو ولا شي أدوية أخرى. فكذلك كاينة مسألة ديال أن يقدرو شي أشخاص يكون عندهم مشكل ديال الصدفية. كاين ناس اللي يقدر يكون عندهم مشكل البهاق ولا البهق كما كنسميوه عندنا بالدارجه ديالنا المغربيه.
كذلك كتمكن يمكن ان داك الشخص اللي باغي يدير لازر تكون عنده حساسيه ضوئيه، حساسيه من هذاك الضوء اللي هو ديال اللازر. فإلا توفرت هاد الشروط كلها وكانت فينا حاجه من هاد الحوايج اللي ذكرت دابا، فكيخصنا نبعدو على حصص ديال اللازر وما نديروهاش نهائيا. لان الا درنا حصص ديال اللازر وحنا عندنا حاله من هاد الحالات اللي ذكرت دابا، او درناها في شي سونتر او شي عند شي طبيب اللي هو غير مؤهل وماشي اختصاصي في هاد المجال، فكونوا على يقين بان البشره ديالكم غادي تصاب بواحد الالتهابات اللي هي جد خطيره جدا، وغادي ينساليو بواحد النتائج اللي لا تحمد عقباها. الوغ المساله الرابعه هو شنو كيوقع من بعد الحصه الاولى ديال اللازر او الحصص الاولى ديال اللازر. ففي الحالات الطبيعيه يعني فاش ما كيكون حتى شي مشكل ومن بعد الحصه ديال اللازر كيبقى اللون ديال الجلد داكن لمده 24 ساعه، يعني كيولي فونسي لمده 24 ساعه، ومن بعد كيبدا يختفي هذاك اللون الداكن في فتره كتراوح ما بين 7 ايام حتى 15 يوم. يعني من 7 ايام حتى 15 يوم فكيبدا داك اللون يختفي، داك اللون الداكن اللي كان عندنا من مور اول حصه او ثاني حصه ديال اللازر فهو كيبدا يختفي في واحد الفتره ممتده ما بين 7 ايام الى 15 يوما. كتقدر تبقى لينا شي بلايص اللي هما غوز في الوجه ديالنا يعني ورديين، فكيمكن ان الطبيب المعالج كيعطينا مواد مقشره لهذوك المناطق باش كنتخلصوا منها بسرعه قبل ما كتسيكاتريس علينا. خامس مساله، ماذا لو استمر اللون الداكن اكثر من المده التي ذكرنا، يعني ما بين 7 ايام حتى 15 يوم، يعني بقى الوجه ديالنا كحل فوق 15 يوم. فإلا بقى لينا اللون الداكن اللي كان عندنا في أول حصة أو ثاني أو ثالث حصة ديال اللازر وبقى لينا أكثر من 15 يوم، فهنا خصنا نعرفوا بأننا أصبنا بالتهاب شديد للبشرة. في هذه الحالة فإحنا كنحتاجوا لعلاج مناسب من طرف الطبيب المعالج، وهذا العلاج كيقدر يدوز لنا ما بين 6 شهور حتى عام ديال العلاج باش نتخلصوا من هذيك البقع او داك اللون الداكن اللي ولا لينا من مور يعني العلاج باللازر. شنو هي الاجراءات اللي خصنا نتابعوها بعد اخذ حصص اللازر؟ وهذه اهم 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 نقطه، لان بزاف الناس كيهملوها. بزاف الاطباء كيسحب لهم بان لو باسيون او المريض عارف هاد الاشياء فكينساو انهم يذكروها لهم، فهذه مساله ونقطه جد 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 مهمه. اول شيء خصنا عدم الخروج من البيت بتاتا لعده ايام بعد اجراء حصص اللازر، يعني ما كنخرجوش من الدار نهائيا وما كنشوفوش الشمس. ثاني مساله التقيد بالواقي الشمسي بشكل جيد، ويكون واقي شمسي انفيزيبل يعني بدون لون وتكون بدون لون وتكون عنده حمايه جيده جدا ونديروه ولو حنا في قلب الدار. ثالث مساله تفادي الحمام، تفادي الفرن، تفادي موقد الغاز، وتفادي الماء الساخن للبشره. رابع مساله الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب بكريم مناسب طبعا لنوع البشره. خامسا تنظيف البشره يوميا من 3 إلى 5 مرات في اليوم، نعم حتى 5 مرات في اليوم. علاش؟ باش كنحافظوا على نظافة المسام طبعا بغسول مناسب لنوع البشرة. سادسا تفادي أي عملية تقشير أو وضع وصفات طبيعية على البشرة خلال هذه الفترة، لأن البشرة كتولي حساسة حساسة لأقصى لأقصى درجة، وانتم شفتوا معايا قبل شنو يقدر يمكن يوقع. كيبقى اللازر هو حل لبعض الناس اللي كيقلبوا باش يتخلصوا من البقع والتصبغات الجلديه على الوجه ديالهم، خاصه الناس اللي عانات لفتره طويله طويله من هاد التصبغات، فما كيبقى عندها حتى شي بديل من غير انها كتقول لك انا خصني ندير اللازر هو اللي غادي فكني. لكن كيبقى اللازر هو واحد الحل محفوف بالمخاطر جدا 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 جدا، كيصعب اننا نتقيدوا بها والنتيجه ليست مضمونه.
فكيف ما شفنا كيمكن الشخص انه يصاب ببقع اكثر واشد من التي يعني كان يعاني منها، واللي كيتطلب العلاج ديالها تقريبا سنه، طبعا تحت اشراف طبي وفي ظروف جد مقننه، يعني اللي هربنا منه كيف ما كنقولوا حنا فيه. يعني خصنا نفكروا مزيان مزيان فاش نبغيو ناخذوا القرار ديال اننا غادي نديروا حصص ديال لازير، لان كاين ناس كيسحب ليها بانها اون فوا غادي دير الحصص ديال لازير الوجه غادي بيض، ما غيبقى عندها حتى شي مشكل وصافي وغادي تفك من هذيك البقع. ولكن هذا القرار الى اخذناه فهو قرار قد يكلفنا الكثير ماديا صحيا معنويا. وتذكروا دائما المقولة الشهيرة لكوان بوتي، البشرة تحتاج لثلاث أشياء: ترطيب، تنظيف، وحماية. وأن أي علاج سواء كان طبيعيا أو كيماويا كيحتاج للصبر، صبر وإرادة. أكيد كيحتاج للصبر وإرادة، فما كاينش علاش غادي نزربو وما كاينش علاش غادي نستعجلوا ان نحصلوا على واحد النتيجه اللي ما يمكنش لينا نحصلوا عليها بالعجله. لان دائما كنقول لكم هاد الامور كتبغي صبر صبر صبر، كدوز الوقت ديالها في العلاج. الصباح جات عندي واحد الكليانت قالت لي الله يرحم الوالدين على واحد الحاجه، قالت لي خديت لي كريم من لي سيت، قالت لي واحد المره خديت واحد لا كريم 900 درهم، شي كريم القمر ما الشمس شي حاجه بحال هكا، خدات كريمات بزاف، قالت لي خسرت على الوجه ديالي ما تقدريش تصوري شحال خسرت. قالت لي في نهايه المطاف وصلت النتيجه اللي كنتي كتقولي لي، قالت لي مع نفسي جالسه وانا نقول الله يرحم ليها الوالدين وفاء، فعلا نصحتني وانا ما سمعتش. فكانت كتقول لي ديري لي كرون ديالك وديري الوصفات الطبيعيه في الدار وعطي الراحه لراسك. قالت لي خسرت هذاك الكم هائل ديال الفلوس وفي نهايه المطاف رجعت للحل اللي عطيتيني انتيا. قالت لي وقلت لها الحمد لله ان وجهك ما تصابش بالورديه، لان هادشي كامل اللي جربتي في وجهك كنتي كان الاحتمال انك ديال تصابي بالورديه كان احتمال كبير. قالت لي فعلا، قالت لي راه واحد القصه وصلت بيا، كنحل الفران غير ديك اللهبه ديالو كتحرقني في الوجه ديالي، غير الشمس كتحرقني في الوجه ديالي. ف رفقا بوجوهكم، راه ما كايناش شي حاجه كتعطي واحد الحل نهائي وفوري، راه ما كايناش. مهما تعددت الاغراءات فثقوا بيا، ضروري من الصبر وضروري من شويه ديال الوقت. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون جاب لكم ولو نسبة قليلة من الإفادة، وأنكم تبارطاجيو على نطاق واسع، لأن كاينين بزاف الناس محتاجين أنهم يعرفوا هاد المعلومات اللي غادي نعاود مرة أخرى نكرر. ما كاين حتى شي واحد غادي يعطيها لكم من قلب خالص وبكل مصداقية وبكل موضوعية. دمتم وطاب مساءكم، كانت هذه وفاء من قناة كوان بوتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى اللقاء.